اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دردشه بنات. والنهارده هنتكلم من اكتر الاسئله بتتسالني في الشات اللي ما بيبقى ما بيني وما بين البنات، الشعور بعدم الثقه. اكتر البنات عندها مشكله واحساس بعدم الثقه، واكتر حاجه البنات دايما بتكلمني عليها في الدردشه ما بيني وما بينهم، خاصه في الفيديو كول اللي بعملها معاهم. في حلقه النهارده هنتكلم ايه هو الشعور بعدم الاحساس بالثقه. نقسم حلقتنا النهارده لثلاث اجزاء. اول حاجه مايند سيت شيفت، تغيير العقليه بتاعتنا، وهنتكلم على 5 نقاط فيها. تاني حاجه هديكي لايف ستايل تتبعيه في حياتك عشان يساعدك تتخلصي من الاحساس بعدم الثقه بنفسك. في الاخر هديكوا هوم ورك كده تعملوه وتدربوا نفسكم عليه عشان نتخلص من الصفه دي. اول حاجه المايند سيت شيفت، تغييرات العقل. ازاي ايه يعني بنعمل كده؟ بنغير الويفز بتاعت عقلنا من ويف لويف، من عدم الثقه بالنفس باحساس الثقه بالنفس بثقه جباره. يعني بعد ما تتابعوا الحاجات اللي انا هقولها في حلقه النهارده هيكون عندكم ثقه جباره، واتحداكم وتكتبوا لي في الكومنتات بعد ما تمارسوا التمارين اللي انا هقول لكم عليها، وتبعتوا لي كمان بالانستجرام وتكتبوا لي في الكومنتات تحت بعد ما تمارسي ده كله ايه اللي اتغير فيكي. اول حاجه في المايند سيت شيفت ان انت محتاجه تعرفي الانسكيورتيز بتاعتك دي جايه منين، اسبابها ايه، مين اللي زرعها جواكي. هل هو اهل؟ هل هو صديق؟ هل هو حبيب؟ هل هو زوج؟ هل 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 هل, هل, هل. فلازم نعرف ايه سبب المشكله او مين اللي زرع ده جواكي. او هي كده انت يعني فجاه لقيتي جواكي ان انا مش واثقه في نفسي. خلينا كده نرجع لجذور الموضوع من اعماق الاعماق. امتى بداتي تحسي بعدم الثقه؟ في الغالب بتبدا من فتره المراهقه، ويكون اسبابها كتير جدا. لاما انت انسانه خجوله، لاما انت انسانه ما بتقدريش تعملي فعل وتتقابلي مع الناس بتتكسفي، لاما اسباب عائليه، حد من حواليكي زعزع ثقتك بنفسك، او انت بصفه عامه حاسه دايما ان انت اقل من اللي حواليكي، فدايما بتحطي نفسك في مقارنه ما بينك وما بين اللي حواليكي، ودايما بتحسي الناس كلها احسن منك وانت مش قد الناس دي. فانت بتحسي دايما ان انت مش عارفه تعملي اي خطوه فورورد في حياتك، لان انت دايما حاسه ان انت مش قد الناس، او انت مش واثقه من نفسك ان انت تاخدي ستيب فورورد. خلينا كده في الاول خالص نعرف ايه عدم الشعور بالثقه بالنسبه لك. هل هو اسمك؟ هل هو عيلتك؟ هل هو مالك؟ هل هي كليتك؟ هل هي شخصيتك؟ هل هي صفات فيكي انت مش حباها فيكي؟ مناخير كبيره، شعر كيرلي، بشره فيها حبوب، تخينه، اي حاجه، ما بتعرفيش تتكلمي كويس مع الناس، ما عندكيش لباقه، ما عندكيش لغه تعرفي تتكلمي مع اللي حواليكي بلغه اخرى، او ما بتقريش، فبتحسي ان انت ما عندكيش النوليدج ان انت تقدري تتواصلي وتفتحي كونفرسيشن مع الناس اللي حواليكي. دايما كده ايام الكليه كانوا بيقولوا لنا كدكاتره لما نيجي نعالج اي حاله لازم نرجع للسبب بتاع الحاله، مش عايزين نقول السبب بتاع المرض، احنا بنتكلم عن حاله عدم الثقه بالنفس. اول سن المراهقه في العشرينات بيبقى عندهم او بيعانوا من المشكله دي، وبتسبب لهم اثار كبيره جدا في نفسيتهم، وبتاثر على تقدمهم في الحياه بصفه عامه. يعني ايه هو اللي خلاكي تحسي ان انت مش واثقه في نفسك؟ فهنغوص كده في الاعماق جوانا ديب داون، نعرف ايه سبب الجذور. فنجيب ورقه وقلم ونكتب انا حاسه ان انا مش واثقه في نفسي في شكلي مش عاجبني، مناخيري كبيره، شعري مش حلو، مش ناعم، بشرتي فيها حبوب، اسناني مش مظبوطه، ما بعرفش اضحك، ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش. اكتبي ده كله على الورقه، وفي حلقه النهارده هنعالج ده كله من الجذور، ونحط لك روتين كمان في حياتك ولايف ستايل تتبعي عشان نتخلص من حالة الشعور بعدم الثقة دي. وفي الغالب بيكون سبب الإحساس بعدم الثقة بالنفس ده بيكون سببه ستاندرز المجتمع اللي حوالينا رسمها لنا وحطها لنا في خيالنا ان هو ده الصح، ان لازم مقاييس الجمال للبنت ان هي تكون قصتها صغير ومنطقة الهبس كبيرة والشعر يكون ناعم والبشرة تكون صافية والاسنان اللولي والعيون المتكحلة وكل الكلام ده. اللي عايزة اطمنك عليه ان الستاندرز دي بتتغير، فما تضيعيش في الستاندرد بتاع الجيل وبعد كده تقولي يا ده انا كانت على ايامي مش حلو بس دلوقتي بقت موضه. وعلى سبيل المثال كانوا زمان البنت الجميله هي البيضه قوي، دلوقتي الناس بتقعد تعمل تان وتقعد في الشمس بالساعات عشان تبقى
لونها بشرتها لونها داكن، ودلوقتي السمار هو علامه الجمال، فالستاندر اتغير. كان زمان اي بنت شعرها كيرلي قوي كان ده يعني منتهى القبح للاسف، دلوقتي بقى البنات اللي شعرها زي يعني ناعم بنقعد نعمل بنشتري برودكت غاليه جدا جدا يا جماعه عشان شعرنا يبقى كيرلي الايام دي، او ان احنا نبقى مواكبين الموضه او الستاندر اللي المجتمع حاطه الايام دي ان هو ده مقاييس الجمال او هو ده الصح. زمان البنت اللي في وشها فريكلز او وشها اي حاجه نمش ده اللي هو مش حلو، دلوقتي البنات بيجيبوا اجهزه وادوات عشان يعملوا فريكلز على وشهم النمش عشان يبقى ده علامه من علامات الجمال. فمعنى كده الستاندرز دي بتتغير مع العصر، بتتغير مع كل سنه، فما تضيعيش في ستاندر المجتمع هو زرعه في دماغك ان هو ده الصح، هو ده مقاييس الجمال، وتقولي انا مش حلو عشان ده مش تبع الستاندر. خلي انت الستاندر بتاعك، انت خلقت ربنا كده حلوه، فلازم من جواكي تبقى عارفه ان هو ده مقاييس الجمال بالنسبه لك وحواليكي. على سبيل تاني الحياه العمليه، انا لما كنت دخلت كليه، انا دكتوره بيطريه، فلما دخلت كليه طب بيطري كان على ايامي كان عيب والبنت وازاي وتبقى دكتوره بيطريه وتعالج الحمار والجاموسه والكلب والقطه والكلام ده. دلوقتي بقى ترند ان انت تبقي دكتوره بيطريه، ده بقى حاجه بتفخري بيها. عايزه اقول لكم ان انا ال5 سنين بتوع الكليه كنت بعيط ان انا دكتوره بيطريه عشان المجتمع زرع في دماغي ان دي حاجه مش واو، انت دكتوره حيوانات، ايه ده يا بنتي؟ واهلي كانوا كده، كانوا بيعنفوني ان انا دكتوره ما جبتش، جبت 95.5% فما دخلتش كليه الطب اللي هم كانوا بيحلموا بيها، فقعدوا يوبخوني 5 سنين يا جماعه، انتم متخيلين 5 سنين يوبخوني ان انا ما دخلتش كليه الطب زي اخويا ولازم وانت دكتوره بيطريه. ودلوقتي اصلا ان انت تبقي دكتوره بيطريه ده حاجه حلوه جدا والناس بتتفخر بيها. ودلوقتي لما سبحان الله يعني جايز عشان حاجه كانت جوايا من زمان كده كانت عامله لي عدم ثقه بنفسي في الفتره دي وقتها، كل ما بتفرج على حد من المشاهير يسالوا اولادهم انت عايز تبقى ايه لما تكبر؟ عايز ابقى دكتور بيطري، لان معظم المشاهير بيبقى عندهم حيوانات اليفه، فالاطفال بتاعتهم بتبقى متعلقه بالحيوانات دي قوي، وكمان ان هم بيعاملوا الحيوانات دي كانها اطفالهم فعلا، فكل واحد بيبقى عايز انت لما كنت صغيره يقول لك انت تبقي دكتوره عشان تعالجي بابا. فهم دلوقتي ان انت تبقي دكتوره بيطريه بقى ترند. فسبحان الله انا كنت على ايام يعني انا زعلانه على الايام 5 سنين اللي ضيعتهم بكاء على ان انا دكتوره بيطريه. فما تضيعيش في ستاندر مجتمع. تاني حاجه في المايند سيت شيفت ان انت لازم تتقبلي ان انت عمرك ما هتبقي بيرفكت، مفيش حاجه اسمها بيرفكشنزم، مفيش حاجه من الكلام ده. لازم تعرفي ان ال ان في بالانس، في مقياس، في معايير، كل واحد اتخلق يعني اوت اوف 10 عندنا مثلا 8، بس انت هتكوني شاطره في حاجه اكتر مني، واحده تانية هتكون اجمل منك في حاجه بس انت ذكائك اعلى، واحده تانية هتكون اقل جمالا بس مستوى، وهكذا. فدايما كان يقولوا ايه يعني على سبيل المثال يقول لك ايه اللي بتتجوز واحد حلو لازم يقول لك، كان في مثلا كده يقول لك المخده الحلوه ما بتشيلش 2، فكانوا دايما يقولوا البنت اللي مش حلوه دايما نصيبها بيبقى في واحد حلو. وعلى فكره هي مش عشان هي وحشه هي خدت حاجه حلو، هي عشان الوحشه دي بيبقى عندها ثقه في نفسها وتبقى شايفه نفسها وحشه، هو المجتمع شايفها وحشه بس هي مش شايفه ان هي وحشه، فهي شايفه نفسها انسانه عاديه، فخدت انسان حق مناسب ليها. بس المجتمع دايما بيقارن الشخص اللي هي مرتبطه بيه بالجمال، وهو ده يعني مقارنه خطا جدا ومش صحيه بتاتا ان احنا نقارن الناس بالجمال، لان ربنا اللي خلقنا. انا مثلا ممكن انتقد واحد، وحتى مش من حق ان انا انتقد، بس ان هو ايه شخص مش نظيف، مش بيهتم بنظافته، مش بيهتم يعني في حاجات ستاندرز كده صح، اللي هو النظافه، ايوه الانسان ده مش نظيف، انا مش حتى مش مسموح لي ان انا اتكلم عنه، لكن اتكلم في خلقه، في شكل، في شعر، في مناخير، في اي حاجه، في عيله، يعني انا اتولدت عيلتي كده بسيطه فقيره، فما يجيش حد يقول لك ايه انت مش متخيله ان انت مثلا هتتولدي في بقك معلقه، ده معظم الناس الستاندر البسيط المتوسط المادي، فعادي. فده ما تخليش نفسك تقولي يا انا كان نفسي ابقى غنيه زي البنت دي، يا انا كان نفسي يكون عندي بابا اب زي البنت دي عشان يجيب لي العربيه البي ام والكلام ده. فلازم تتقبلي ان انت عمرك ما هتكوني بيرفكت، بس انت لازم تتقبلي وتحبي اللي انت فيه بالمواصفات اللي انت فيها، عشان انت لما تتقبلي اللي حواليك كمان هيتقبلك كده.
فاعرفي ان هي معادله، عندك حاجه اكتر من التاني. يعني البنت الغنيه اللي عندها بابا وماما، صدقيني انت هتكون عندك حاجات تانية تعادل الحاجات اللي هي عندها، بس انت بس بص على غيرك، انت محتاجه تبصي على نفسك ايه الكواليفيكيشنز التانية او المميزات التانية اللي انت اتولدتي وعندك غير البنات التانيين. فهو بالانس. تالت حاجة ان انت حاطة كل الاتنشن والفوكس بتاعك على عيوبك والحاجات الوحشة اللي فيكي، تبصي في المراية ايه ده وانا مناخيري وحشة، ايه ده وانا بشرتي فيها مسامات واسعة، ايه ده هو انا شعري مش حلو، ايه ده انا ما بعرفش اتكلم كويس زي الناس، ايه ده هي ذكية قوي بس انا مش انسانة ذكية، ايه ده هي جميلة وتعرف تهتم بنفسها انا ما بعرفش اهتم بنفسي. لا حبيبتي، ما تبصيش على عيوبك، بصي على مميزاتك، اقعدي كده فلتري شوفي ايه الحلو اللي انت فيك. هي شعرها ناعم، انت شعرك كيرلي جميل جدا، هي بيضه انت سموره حلوه قوي، هي ذكيه بس انت بتعرفي تعملي بيزنس وتعرفي تستثمري وهكذا. فلازم تعملي فوكسنج على الحاجات الحلوه اللي فيكي، تبصي في المرايه وتشوفي المميزات الحلوه اللي فيكي. دايما كان عندنا سيناريو يقول لك ايه، المرايه دي بتوحشني، المرايه دي بتحليني، روحي على المرايه اللي بتحليكي وبصي فيها وحبي نفسك زي ما هي. رابع حاجة، رأي الناس مش مهم، هو مكانه بالضبط كده. ما تسمحيش لأي حد يديكي رأيه بدون أي ما تسأليه. يعني أنا مش فاهمة، أي حد يقابلك يقولك مثلا إيه ده أنت فستانك ماله وألوانه كتيرة كده النهاردة، أنت شكلك النهاردة تعبان، أنت تعبانة شوية، هو شعرك ماله متكهرب كده النهاردة. ما تسمحيش لحد يديلك رأيه فيكي من غير ما تطلبيه. يعني انا مثلا ما بحب اخد نصيحة، اخد رأي ناس، بروح للناس اللي انا حاساهم متميزين في الحتة دي واروح اسألهم. يعني واحدة شعرها حلو اروح اسألها بتعملي شعرك، بتهتمي بشعرك ازاي مثلا، لكن ما اسمعش حد يجي يقول لي انت شعرك ماله وحش ليه النهاردة، انت ما بتعرفيش تتكلمي لغة كويس ليه كده، انت مناخيرك كبيره، هو انت ليه ما بتعمليش مثلا عمليه تجميل، او سنانك مش متظبطه، هو انت ليه ما بتعمليش هوليوود سمايل والكلام ده. راي الناس مش مهم، وان انت كمان ما تسمحي لهمش او تدي لهم الفرصه ان هم يدوكي رايهم فيكي. فلما حد يقول لك حاجه بدون اي سابق انذار وانت اصلا ما طلبتيش رايك، تقول له ايه ده هو انا سالتك عن رايك، هو انت فاكر رايك مهم اصلا في حياتي، هو مين اللي سمح لك اصلا، انا مش حابة اقعد القعدة دي خالص، خليني امشي منها. بالضبط كده. يعني انا لو حد جه من غير ما يعني اخد رأي اسأله رأيه واداني يعني كومنت سلبي كده، يعني انا هبصله كده وهمشي، اللي هو ايه الستاندر بتاعك ان انت تيجي تتكلم معايا اصلا كده، انت ده مين اصلا، بص على نفسك اصلا، انت مش عارف تتكلم اصلا البني ادمين باسلوب راقي، انا انسانة راقية فانسحبت من القعدة دي. بس كده. والعبرة من الموضوع ده تعملي كده عشان تحمي نفسك من اي كلام سلبي موجه ليك، لان انت لو امتصيتي الكلام السلبي ده زي الاسفنجة هيطبع عليك. لو حد قالك كلمة سلبية عليك وانت حسيتيها دايما هتشوفيها في نفسك. تخيلي حد كده جي قالك انت، هو انت ليه مش ذكية، انا ايه الغباء ده، انت غبية قوي. يعني حد يجي يقولك انت غبية قوي، هتحسي ان انت طول الوقت هو انا غبية، وانا ليه غبية، انا غبيه، انا مش عارفه اتعامل. ما تسمحيش لحد يقولك كده، انسحبي في اول لقاء. خامس حاجه، ان انت تعملي شيفتنج لشخصيتك اللي انت مش مرتاحه فيها شويه. كلنا فينا عيوب ولازم نعرفها ونحددها، بس بنعمل لها شيفتنج من الحاجات الوحشه اللي احنا حسنا فينا نعدلها، نبقى الشخصيه اللي احنا بنتمنى نكونها. يعني في بنت كده ممكن تبقى ماشيه تقولي واو البنت دي حلوه قوي، ذكيه، ده بتعرف تتكلم 3-4 لغات، ده بتعرف تهتم بنفسها، شاطره في مجالها. فانت اعملي شيفتنج للشخصيه اللي انت بتتمنيها، شوفي الشخصيات اللي بتعجبك وتعملي لها فولو، اكتسبي الشخصيات. اعرفي كل ما بتبصي على الشخصيه الحلوه دي والبنات الحلوه والبنات الشاطره والبنات الذكيه والبنات اللي بتهتم بنفسها وجمالها، انت هتعملي اتراكشن للصفات الحلوه دي فيكي. بعدنا عن الناس السلبيه اللي بتدينا كلام سلبي، خلاص بلوك، نجيب الناس الحلوه دي اللي فيها صفات حلوه وان احنا بنطمح ان يكون فينا. فنعمل شيفتنج. انت شايفه واحده شعرها حلو، اهتمي بشعرك، اعملي روتين لشعرك. واحده بتهتم ببشرتها، اعملي روتين لبشرتك. واحده بتهتم بعقلها وشاطره في البيزنس، اقري في الماركتنج وجيبي كتب وتثقفي وتعلمي.
واحده شاطره في البيت والطبخ والنضيع، اعملي ساعه كل يوم روتين العنايه بالبيت، العنايه بالمطبخ، ازاي اعمل وصفه اكل جديده، كل حاجه سهله تحققيها. شفتي واحده رشيقه جميله، فات بتعرف تجري، بتعرف جسمها مظبوط، بتعرف تطبخ اكل صحي. اتعلمي ده كله. انا جيت من الصفر يا جماعه، انا اتعلمت ده كله من الصفر. انا كان حلمي من زمان خالص ان ابدا اعيش حياتي لوحدي، لانه كنت اتولدت في بيئه فعيلة ما كانتش مناسباني وكانت بتضرني نفسيا. فكان اول خطوة قلت ان انا لازم استقل بنفسي وابدأ اعيش حياتي لوحدي، وعملت فيديو كامل عن ازاي استقلت بنفسي في ظل مجتمع شرقي، هحط لكم اللينك بالدسكريبشن بوكس. لما بدأت اعيش لوحدي واستقلت بنفسي قلت خلاص بقى، انا يعني بعدت عن الناس اللي كانت بتديني كلام سلبي، يقولوا لي انت مش شاطره، انت مش ذكيه، انت شخصيه مش حلوه، انت شخصيه انانيه، انت 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 انت. بعدنا عن الناس دي. بعد كده لما قعدت وعشت لوحدي قلت بقى خلاص بقى يا شيماء، انت عايزه ايه؟ انت حابه ايه؟ انا وقتها قلت انا نفسي ايه؟ ابقى انسانه بحب الرياضه والهيلثي لايف ستايل، وابقى دكتوره شاطره، واسافر والف العالم. فبدات اعمل سكيدول لنفسي في كل حته او في كل مجال انا كنت عايزه اكبر فيه. كنت عايزه اخس، بدات اكل صحي، اتعلم، افتح كده الموبايل اشوف وصفه بسيطه سهله اقدر اطبخها النهارده تكون طعمها حلو وتغذيني وكمان تساعدني ان انا اخس. رحت الجيم وبدات اروح الجيم، وتعرفت على ناس لذيذه هناك فبقوا بيشجعوني ان انا اكمل ان انا اروح الجيم. بعد كده حبيت الجيم واستمريت لغايه دلوقتي بلعب رياضه، واللي متابعني على الانستجرام عارف ان انا مجنونه ومهووسه باليوجا وبالرياضه بصفه عامه والهيلثي لايف ستايل. وفعلا خسيت 20 كيلو ولسه مكمله في اللايف ستايل ده. قلت ان انا عايزه ابقى دكتوره شاطره واشتغل في مجالي. رحت سافرت من اسكندريه للقاهره، اشتغلت في مستشفى كبيره للعنايه مستشفى كبيره للحيوانات سوري، واشتغلت فيها واتعلمت ازاي ان انا اكون دكتوره شاطره وان انا ابدا اعمل عمليات. وكان عندي مخصصه 6 ساعات كل يوم اروح في المستشفى دي اتعلم واشتغل، ولغايه بعد كده ما بقى عندي العياده بتاعتي الخاصه. بعد كده قلت ايه؟ لا انا عايزه اسافر والف العالم، وبدات فعلا اسافر كل شهرين ثلاثه اروح مكان استكشف وارجع تاني لشغلي، اروح اسافر واستكشف. فعملت شيفتنج للشخصيه اللي انا يعني عرفت نفسي ايه هي عيوبي، او ايه هي الحاجات اللي انا مش شايفاها حلوه فيا، او ايه هي الحاجات اللي انا عايزه اغيرها في حياتي بصفه عامه. وبدات اعمل لها اخصص لها وقت في الجدول بتاعي تجاه تحقيق الهدف او الاهداف دي كلها. تاني جزء في حلقتنا النهارده هو اللايف ستايل اللي انت محتاجه تتبعيه عشان نتخلص من احساس الشعور بعدم الثقه بالنفس. اول حاجه محتاجه ان انت تعملي نورمالايزنج يور انسكيورتيز، ان انت تنورمالايز يعني تقولي لنفسك ان عيوبي ده حاجه عاديه. لو هي مثلا عيوب صفه احنا نقدر نغيرها، بس هي عيوب في شكلنا وفي جسمنا وفي خلقتنا مش هنقدر نغيرها. يعني مثلا لو مناخير كبيره حلوه احبها على كده، انا اتخلقت بيها كده، فيعني مش لازم. مين اللي قالك ان الستاندر المناخير اللي هي مسحوبه وطويله وي وي وي؟ لو شعري كيرل حلو هتيجي موضه وهتبقي حلوه برضو في عين كل الجميع، بس لازم تحبي نفسك بعيوبك. احنا بنتكلمش على العيوب اللي هي الشخصيه، لان عيوب الشخصيه احنا محتاجين نغيرها، وفي حاجات من شخصيتي كتير جدا بحاول غيرتها ولسه بحاول اغيرها، لكن عيوب خلقيه فيا لا، لازم اتقبلها واحبها على المنظر ده. وعشان تعرفي تحبي نفسك بعيوبك خدي كده امثله في حواليك. يعني عندك جوليا روبرتس، انا بحس مناخيرها كبيره، يعني هي مش جميله بس روحها حلوه، وبقت ممثله مشهوره وكلنا نعرفها حول انحاء العالم. فما تخليش الجمال هو اللي هيحسسك ان انت هتحققي وتنجزي وهتبقي احسن واحده في الكون، لا، بشخصيتك بشكلك بكل حاجه تقدري تكوني شخصيه يعني ناجحه في حياتك. وده اهم حاجه، ده اهم دور في الحياه، ان انت تكوني ناجحه لنفسك مش لاي حد تاني. بيونسي الهبس الكبير كان زمان يقولك اه مش عارفه اصل هي من باك جراوند ايه وايه، مش عايزين نتكلم عشان ايه اليوتيوب بيعمل بلوك للحاجات دي. ودلوقتي من صفه من صفات الجمال، والبنات بتروح تحقن وتعمل وتسوي وتبوظ حاجات كتير، وبعد كده بيبقى فيه اثار سلبيه عشان تبقى شبه الفلانيه، او عندها المجتمع حاط في عقلها ان هو ده صفه الجمال. فانت هتقعدي تبصي لنفسك تقولي اه انا ما عنديش الحته دي، فانا مش هتحسي ان انت مش واثقه. لا،
انت حلوة زي ما انت بحجمها بشكلها هي كده، اتمرني العبي رياضة عشان يبقى شكل جسمك احلى، تبقي فيت اكتر. لو انت عندك عدم ثقة ان انت مثلا انسانة مليانة في الوزن شوية، عادي سهلة بسيطة ليها حل، كل حاجة ليها حل. تمام، بس هنحتاج نجتهد ونشتغل على نفسنا عشان نحقق الحاجة دي، او نحقق الهدف اللي احنا عايزين نوصل له او ان احنا بنتمنى ليه، ونعالج في الاساس المشكله اللي عاملانا انسكيورتي في جوانا وحاسين بالاهتزاز جوانا. فاحنا بنعمل ده عشان نعالج الاحساس الوحش اللي احنا مش حابينه ده. تاني حاجه achieving goals، ان انت لازم تحققي انجازات، لان انت شخصيتك، يعني انا عايزه اقول لكم يا جماعه انا شخصيتي اتغيرت لما بدات احقق انجازات. كنت بني أدم متخرجة من الكلية عادي جدا، شبه أي واحدة متخرجة قاعدة في البيت ماليش أي لازمة، بتفرج بروح اشتغل الشغلانة اللي هي وارجع. بعد كده قلت لا، أنا مش عايزة أبقى شخصية عادية شبه أي واحدة متخرجة، أنا عايزة أبقى واحدة ذات قيمة وقدر. فروحت عملت إيه؟ اتدربت في مستشفى كبيرة جدا في القاهرة لغاية ما خدت يعني experience حلوة قوي، وبعد كده بدأت فتحت العيادة بتاعتي. كنت انسانه مليانه دبدوبه شبه الدبه كده الصغيره وعندي فاتس كتير، عملت ايه؟ اتبعت لايف ستايل صحي وبدات العب رياضه، فده انجاز تاني انا حققته. قلت عايزه ايه؟ عايزه اسافر والف العالم، فبدات احوش واستثمر واعمل بيزنس، واي فلوس تجيلي احوشها واستثمرها واعمل فيها بيزنس صغير عشان يجيب لي فلوس، وبعد كده اسافر كل 3 4 شهور سفريه حلوه وارجع تاني، فده انجاز. فانت احساس ان انت بتنجزي وكل هدف انت نفسك فيه بتحققيه، ده هيديكي باور قويه، قوه التنين يا جماعه. انا يعني انا جايه اقول لكم ان انا حققت حاجات كتير جدا في حياتي، ده اللي خلاني الشخصيه القويه اللي بتكلمكم قدام الكاميرا. انا لما بقعد اتفرج على الفيديوهات القديمه بتاعتي بقول انا ما كنتش عارفه اتكلم، كنت بتكسف ان انا افتح الكاميرا، بحس ان هو ايه ده، انا مش عارفه اتكلم، انا واقعد انتقد نفسي، يعني اقعد اتفرج على نفسي في الفيديو وانا شكلي وحش قوي، لا انا عندي حبوب في وشي، انا اسناني مش مظبوطه، انا شعري مش مترتب، انا عندي كرش، انا اكتافي مش معضله، او ان انا مش بتفت في نفسي. فكنت انا جايه من المكان اللي انتوا فيه دلوقتي، فانا جايه اساعدكم واشدكم معايا لفوق. تالت حاجه ممارسات حب النفس، واتكلمت على ده كتير جدا في حلقات ازاي تحبي نفسك وتطوري من نفسك، ان انت من فتره للتانيه كده تعملي تريت لنفسك. إيه لما تقفي قدام المرايه، يعني ادي لنفسك كلام حلو. يعني فكره المرايه ليها قوه جباره، وهعمل لكم حلقه عن الكلام قدام المرايه، الكلام اللي انت بتكلمين نفسك قدام المرايه ده مهم جدا، هعمل لكم حلقه عنه لوحدها. بس ان انت تعملي روتين حب النفس ده مهم جدا، ان انت تعملي روتين قبل ما تنامي، ازاي اهتم بنفسي، اهتم بروحي، اقعد اتكلم مع نفسي، ارخي نفسي، اروح كل فتره والتانيه كده السبا، اعمل حاجه كده تريت لنفسي، ادلع بيه نفسي، ويكون انا عارفه من جوايا ان انا عملت ده دليل ان انا عايزه اكافئ نفسي وبحبها. رابع حاجه اعملي فولو للناس اللي تديك القوه زي كده. انا واحده بشجعك ان انت تكوني البيست فيرجن اوف يور سيلف، ان انا دايما بشجعك ان انت تطوري من نفسك، او اي مش انا يعني بس او اي حد غيري. فدايما شوفي الناس اللي تديك قوه وباور. انا دايما في مجالي كدكتوره بيطريه دايما لما بحس كده عايزه استشاره اروح لاكبر واحد في المجال بتاعي واستشيره. طبعا ان انا كان عندي خطه في الاول ان انا اتكرم من الشخص ده، وان انا اشتغل في المستشفى بتاعته، فده خطوات انا عملتها عشان ابقى قريبه من الشخص ده واتعلم منه، هو دكتور كبير جدا في المجال، عشان كل ما احس ان انا محتاجه مساعده اتصل بيه فاعرف اوصل له بسهوله. فيديني استشاره تمنها سنين كبيره جدا يا جماعه. فطبقي المنطق ده على حاجات كتير جدا في حياتك. انت لو عايزه تتعلمي لغه اخرجي اتعلمي، روحي اماكن فيها اجانب اتعلمي، نزلي ابلكيشنز كتير لتعليم اللغه ببلاش، حاوطي نفسك بالناس اللي هي طاقتها ايجابيه وتديكي كلام. يعني شوفي مين كده اخر واحد كده قال لك كلمه حلوه وغير لك مودك على طول اليوم. فاحنا عايزين الناس الحلوه دي دايما حواليكي عشان ايامك كلها تبقى سعاده وثقه بالنفس. خامس حاجه ان انت محتاجه تعملي روتين لبناء ثقتك بنفسك من اول وجديد. لازم كأن كده زي البيبي بنعرفه على الاكل، بنمشيه اول مره،
بيتعلم الكلام. انت لو عندك بقالك سنين كتيره جدا بتعاني من مشكله عدم ثقتك بنفسك، فده هتاخد منك شويه وقت، فلازم تعمليه روتين. اكتبيه كده على ورقه وقلم، ايه هي الحاجات اللي انت حاسه فيها ان انت محتاجه تزودي ثقتك فيها، واكتبيها ومارسي الروتين ده بشكل يومي لاعاده ثقتك بنفسك. هتاخد وقت كده شويه، بس مش عايزين نستسلم ومش عايزين نيأس في نص الطريق لتحقيق ان احنا يكون عندنا ثقه بنفسنا جباره جذابه تجذب كل اللي حواليك، يخلي كل اللي حواليك يقول يا سلام البنت دي ايه الثقه الجباره دي. عادي يا جماعه، انا بيجي عليا اوقات كتيره جدا بحس ان انا ثقتي مهزوزه. فاعملي الروتين المناسب ليكي لطبيعتك وشخصيتك. ممكن يكون في كام بوينت كده انا مش هقدر اغطيها لان هي بتختلف من شخصيه للتانية، فانت اعملي الروتين اللي تحسي ان في النقطه دي انا محتاجه اقويها او اشتغل عليها عشان ازود ثقتي بنفسي. وعادي اي حد ثقته بنفسه جبار يعني وصل للسماء، انا عادي بيجيلي اوقات احس ان انا ثقتي مهزوزه بنفسي وان انا مش قادره، يعني هو انا ليه كده؟ بس بعمل ايه؟ بقول، بتكلم، انا حاسه ان الايام دي يا جماعه ثقتي بنفسي مش حلوه، انا مش معجبه بنفسي، بقولها عشان يعني اخرس اللي حواليا. لو حد هيقول لي كلمه سلبيه هو هيخرس على طول، ده ايه ده، ده هي عارفه ان هي عندها مشكله وبتقولها وبتقولها بشكل عادي، فالناس هتشوف ان دي حاجه عاديه، حاجه طبيعيه، دي سايكل من سايكلز الحياه بتاعه البني ادمين. كل البني ادمين بتيجي فتره عليهم كده يحسوا بعدم الثقه بالنفس، ودي حاجه طبيعيه جدا، وانت لازم تعرفي ان ده طبيعي وجزء من حياتنا كبني ادمين. اخر حاجه الهوم ورك اللي انا محتاجاكي تعمليه، زي ما قلنا هنجيب ورقه وقلم نكتب كل الحاجات اللي احنا حاسين فيها بعدم ثقه بالنفس، ونقول 1 2 3 ايه اللي هو محتاجينه نعمله عشان نتخلص من الشعور ده، وايه الحاجات اللي انا مفروض امتنع عنها زي الناس السلبيه، الكلام السلبي النفسي. طبيعي ان انا ممنوع اقعد مع ناس سلبيه، ممنوع اوجه لنفسي اي كلام سلبي. على الجانب الاخر اقعد مع ناس ايجابيه، اقعد مع ناس تديني تفكير ايجابي، ناس تديني empowering، ناس تشجعني، لا اما انعزل عن الناس خالص. يعني انت لو ما لقيتيش الناس الايجابيه دي ابعدي عن الناس خالص، انعزلي. انا قعدت سنتين عازله نفسي عن كل اللي حواليا، عن كل الاصحاب اللي هم ممكن يقولوا لي تعالي نروح ناكل جانك فود، تعالي نتقابل في المول، تعالي نروح مش عارف ايه، عشان كنت عايزه اخس، فما كنتش عايزه اتواجد مع اصحاب يشجعوني على ان انا اكل بيتزا وبرجر والكلام ده كله. لا، عزلت نفسي لاني ما كنتش لاقي الناس اللي شبهي. فانت اللي عندك لو ما عندكيش اوبشن ان انت تحاوطي نفسك بناس ايجابيه، افضلي معزوله، اشتغلي على نفسك، قوي نفسك، قوي كل الكواليفيكيشنز اللي عندك لغايه ما تلاقي الاشخاص المناسبه. انا قعدت سنتين لغايه ما لقيت الناس اللي احس ان هم ينفعوا يكونوا اصحابي، ينفعوا يكونوا مديريني في الشغل، ينفعوا يكونوا حواليا، او يكونوا حتى ايه في السيركل الفريند زون بتاعتي. تاني حاجه اكتبي كل الانسكيورتيز بتاعتك وحطي لسته وتراكينج، اعملي تراكينج للحاجات اللي هي انت حاسه بعدم ثقه فيها. مثلا انا ما بتكلمش انجليزي بشكل بيرفكت، فبحس ان انا ثقتي مهزوزه بنفسي، فبعمل ايه؟ لا، سجلت في كورس او نزلت اب ان انا اقدر اطور اللغه بتاعتي، بقيت اتكلم مع واحده صاحبتي، اتعرفت على واحده صاحبتي اجنبيه عشان تساعدني واقدر اتكلم بثقه، ما يكونش ثقتي مهزوزه بنفسي. فنعمل تراكينج بكل حاجه انا حاسه فيها بعدم الثقه. انت لنفسك قولي لنفسك كل الكلام الايجابي اللي تحبي تسمعيه من اللي حواليكي، فانت وجهي لنفسك قولي انا جميله، انا ذكيه، انا شاطره. كل يوم جديد بيبدا قولي ده اول يوم في حياتي، النهارده هيبقى احلى من امبارح، واتحداكي ان هو فعلا هيبقى احلى. فدايما خلي حواليكي وجنبك وجواكي طاقه ايجابيه، سواء بالناس، سواء بطاقتك انت بالناس اللي حواليكي او بالبيئه اللي حواليكي. واخر حاجه عشان تعرفي ان انت فعلا تخلصتي من صفه عدم الثقه بالنفس، خدي ريسك من فتره للتانيه كده، اعملي حاجه انت حاسه من زمان كنت، يعني مثلا على سبيل المثال انت حاسه ان انت ما بتعرفيش تقعدي وسط ناس كتير، ما بتحسي ان انت مش عارفه تتكلمي، الناس بتتكلم وانت ما بتتكلميش، كل فتره والتانيه روحي كده اي جروب ادخلي فيه، حاولي شيكي على نفسك، هل انا بعرف اتكلم وافتح حوار ولا لسه عندي المشكله دي؟ لسه عندي، طيب اروح اشتغل على نفسي واجيب كتب واقرا واتعلم واتثقف واجرب ان انا بدل ما يبقى الجروب كبير شويه يبقى الجروب 2 3، بعد كده الجروب يبقى 4 5، بعد كده 6 7، وهكذا. فلازم تعملي تشيكينج على نفسك كده، والصفات اللي انت كنت حاسه ان انت مش واثقه بنفسك فيها
فلازم تعملي لها تراكنج وتشيكي كل فتره والتانيه. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات. انا دايما بنزل فيديوهين كل اسبوع، واحد يوم الاثنين عن دردشه بنات، وبتكلم عن مواضيع تطوير النفس والعلاقات وكل حاجه لان انت تكوني النسخه الافضل منك. ويوم الجمعة بنزل فيديوهات عن السفر حول العالم. طبعا اللي متابعني من فترة على الانستجرام عارف ان انا فول تايم ترافلر، ودايما بنزل لكم ستوريز حلوة على الانستجرام، فما تنسوش تتابعوني على الانستجرام. اكتبوا لي كل اسئلتكم في الكومنتات تحت، ولو عندكم اي حاجة شخصية عايزين تتكلموا فيها ابعتها له على الانستجرام ارد عليكم. وكمان تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول، اللينك دايما سايباه على الانستجرام، نتكلم وندردش عن قصة حياتك عشان افيدك واساعدك اشدك لفوق. إيه لو انت حاسه ان في اوبستكل في حياتك انت مش قادره تتخطيها لوحدك ومحتاجه دعم نفسي، انا هكون السبورت ليكي اللي انت بالانستغرام، فتقدروا تحجزوا معايا. واشوفكم في الفيديو ده.